ورجعنا معكم لمتابعة فقراتنا إلى جريدة اليوم. ضيفتنا اليوم السيدة سلمى عاصي من تجمع شركات مستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية. صباح الخير. صباح النور. يعني اسم سلمى من السلام. صح. وسلام واضح على وجهك مثل دايما رغم كل الظروف. هذا الشيء اللي بيظهر على وجهك تسلم. واكيد هذا نابع من القلب حتى الواحد يشوفه على الوجه. اليوم أوقفتوا الأضراب والاعتصام يلي كان مقرر الساعة 10، رح نشوف. علقني. علقتوا. ليش؟ علقني لأنه مبارح كان عنا اجتماع بلجنة الصحة بمجلس النواب وصار في تداول وين صرنا وإلى آخره، وأخذنا وعد إنه مبدئياً لحل يعني سعادة النواب رح يساعدوا، كان معنا معالي الوزير ومشكور على الجهد اللي عم بيعملوا معنا وزير الصحة، ووعدونا إنه هن رح يساعدونا إن كان مع البنوك وإن كان مع مصرف لبنان. بقى علقني يعني بادرة حسنية صح ودعم للي نحن عم نعمله، لأنه نحن فعلاً وصلنا لمرحلة اليوم هيدي هي أيه. وصلنا لمرحلة اليوم ما بقى فينا نقول عم ندق نقوص الخطر، لأنه نحن مش بالخطر، قطع الخطر، صرنا بالمرحلة الأقوى. طيب أنتوا هلأ اليوم عم تشتروا مستلزمات طبية أو؟ نحن ما اشترينا مستلزمات طبية من شهر أيلول. أوف. آخر مرة أيلول؟ نحن بأيلول وقت قبل وقت صارت قصة الدولار والبنزين والطحين. صح. نحن من وقتها ما عاد فينا نحول لبرا، بالمقابل ما قدرنا استوردنا، ومثل ما بتعرفوا بالأجهزة الطبية في أشياء كتير expiry date وإلى آخره، بنعمل بروفيجن نحن وأسعارها غالية، يعني بتعمل بروفيجن على 3-4 أشهر نحسبهم سوا صرنا فيهم شهرين أيلول تشرين 3 أشهر يعني وأربعة أيام إذا بدك. هلأ بيضل في بالشركات عم نضل نقدر نلبي بس كل ميلة يعني. نعم حوالي 100 يوم. نعم. عم تتبادلوا يعني الشركات في تنسيق وتعاون؟ في تنسيق وتعاون وعم نجرب قد ما فينا اليوم نلبي المستشفيات بالتي هي أحسن. نحن وين المشكلة اليوم اللي عنا إياها؟ المشكلة مقسومة لثلاث أقسام. أوكي. أول شيء إذا بدنا نقسمها بهيدي الطريقة، أول مشكلة هي البند اللي طلع أو التعميم اللي طلع من مصرف لبنان اللي نحن كنا حكين وموضحينه، وعلى أساس نحن المستلزمات الطبية هي بأهمية الدواء. نعم. اليوم نحن اتفقنا معه أنه ناخد 85-15 هيك نوعدنا. صحيح. طلع القرار 50-50 يعني نحن بدنا نأمن 50% نقدا دولارات. وهيدا الشيء نحن من وين بدنا نأمنه؟ هيدا اللي جربت وضحه مبارح. اليوم المصارف وقفت لنا الليندو كريدي، ما بقى لنا تسهيلات مصرفية. المستشفيات ما عم تقبض من الدولة إلى فترة، وبالمقابل عم بتصعب لنا إذا بدك نقدر نحن نقبض. طيب كيف نحن شركات بدنا نجيب مصاري نصرفها دولارات؟ هل أنا رح أعطيك حادثة صارت حتى لو في حساب باللبناني مش قادرين تسحبوا من المصاري؟ أكثر من هيك، قبضنا شيك بالدولار حطيناه بالحساب ما فينا نحول فيه، بدنا نسحب نقلبه على اللبناني على 1005، نسحبه كاش نروح عند الصراف نصرفه بالألفين نجيبهم وراء المية وارجع على البنك حطه اللي يقبل يحول لي. طب هيدي كيف براكتيكلي فينا ناخد القرارات اللي بدنا اياها؟ بس انا اليوم بدي اقول لازم نستورد اليوم، يعملوا اللي بدهم اياه بالستبس اللي بدهم يمشوا فيها بعدين، لازم نعمل هيك ولا لازم نعمل هيك، بس هلا لازم يحلوا المشكله بالتي هي احسن. اليوم ما بقى في البلد يضل قاعد بلا مستلزمات، بلشنا ننقطع من ما بدي ارجع عيدهم، صاروا يسموني مسلسل تركي يعني. لا نحن صرنا خبراء بالمستلزمات الطبيه وانواعها يعني. خليني اقول شغله من مرجع كنت موجود معه من كم نهار، ما بدي اقول كم ساعه، كان عنده خوف كتير كبير، مرجع صحي كبير، بيقول انه وصلنا لفقدان بعض الانواع من رسورات القلب، هذا الشيء كتير بخوف، وصلنا لنفقد بعض الاكياس الخاصه بعمليات غسل الكلي الفلتر. مزبوط. وهيدا الشيء صار، هيدا الشيء في مستشفيات عم بتقلل الغسيل الكلى، يعني اليوم المريض 100% والرسورات القياسات اللي عم تنفقد، مش الانواع منا مشكله، كلنا عنا انواع جيده لانه الحمد لله بلبنان عنا مستوى طبي عالي، ما في شيء بفوت على البلد الا ما يكون مسجل وعنده CE واف تي اي والى اخره. اليوم اللي عم ينفقد هو القياس، يعني اليوم انت بتفوت الله لا يقدر انا بفوت بدي قياس 19 او 21 يمكن ما لقيه، وإذا ما لقيته
هون المشكلة مش مشكلة، في واحد ينطر. هون في وفاة، هون في وفاة صح. يعني للأسف مشكلة كتير كبيرة. نعم. وبتمس حياة كل إنسان، ما حدا ضابي بشي هيك هيك كذا. كلنا ضابين، كلنا عم نحكي امبارح على الجروب حكينا كان ناقص دواء للأنستيزي بينخلط مع الأكسجين. نعم. على الجروب نحن صرنا 156 شركة بنحكي، واحد بيحكي على الجروب عندكم ايه عندي. انا عندي يلا بعت لي انا عايز كذا. عم نتعاون حتى امنا فكرة المضاربة على جنب، عم تجتمع وعم نحكي. إنسانيا ما بيصير الوضع بقى. البلد ما بيحمل. طب هون في سؤال ممكن تنحل بزيادة الأسعار مثلا، انه خسرتكم بقصة التحويل. ما حدا هلأ سألين على الخسارة والربح يعني. صراحة اليوم ما حدا عم بيفكر بالخسارة والربح. خسارة خسرانينا لأنه نحن المصاري بالسوق إلى عمرها سنة. حلو الكلام أنه ما عم تفكروا بالتجارة، علما أنه أنتوا شركات تجارية مية بالمية، حقكم تفكروا بالتجارة وطنية. نحن مش بس وطنية، نحن بدنا استمرارية. لو بدنا نخسر اليوم منفضل نخسر اليوم ونضل مستمرين من ما نفلس ونحط ألاف العائلات على الطرقات. قبل ما نتابع بس خلينا نشير إلى أنه طريق عام سعدني الفتحت قبل شوي، حدا عم بيقول لي كمان أنه نفس الشيء صار بفنزويلا وفقدت كل المستلزمات الطبية نهائيا، وفي كارثة بهذا الموضوع. خليني أشير هون طالما عم نحكي عن عمليات والبنج، كمان أحد الأطباء بأحد المستشفيات قال لي أنه فقدوا مادة معينة للبنج، يمكن عرفت عمين عم بحكي بقى، وتم خلط نطروا المريض لتم خلط مادة مع مادة قريبة لها ليقدروا يعطوها بالبنج. ما عم نخوف الناس بس عم نحكي واقع. لا أكيد ما بدنا نخوف الناس، بس هذا واقع، بس في واقع لازم كلنا نوعله. واللي أنا بدي أقوله بالوضع البلد باللي نحن فيه اليوم، هيدا ما خصه لا بالسياسة ولا بالمظاهرات ولا بالحكومة ومش حكومة، هيدا بيمس أي شخص منا كلنا. يعني اليوم أي واحد منا ممكن يتعرض لشي ويفوت على المستشفى وما يلاقي لإله لابنه خيطان عم ننقطع. خيطان أبسط من هيك بدي أقول لك، حتى ما نفوت بالشيش والإبرة وكاس الدم يلي هن أنا برأيي كتير خطرين إذا انقطعوا. كل اللي عم نناشده برجع بعيد، نحن اليوم منا بمرحلة نقعد نفكر قدي بدي ربح وأنا خسرت وأنا ما خسرت. الخسارة واقعة، بس بليز خلي الاستمرارية لها الشركات لما تفلس، وخلين يفتحوا لنا باب لا بس تجيب شوية لحتى اللي نقدر نأمن السوق، وبعدين بنحكي بالآلية وكيف بدها تكون وكيف تغطيتها. بس اليوم هيدا القطاع ما بيحمل كارثة، لأنه هيدا الكارثة قال بعيد الشر ألف مرة موت. مش جعت وروحت ايدي وموت، ما جبت تياب صح، كلهم بينطروا. السؤال الكل يمكن هلا عم بيطرحوه. نعم. في حال حدا مقتدر معه مصاري، ما رح اقول عنده صفه معينه، مرتاح ماديا، نحن تواصلوا معنا. طيب وطلب هذا الشيء عنده نقص بمطرح، قادرين تامنوا او مش قادرين؟ ما وضح لي سؤال كيف يعني طلب. يعني اذا واحد عنده نقص بشيء معين من هالمستلزمات اللي هلا مش موجوده، مستشفى عم نحكي مثلا، مستشفى أوكي. وهو معه كتير مصاري، شو منين بجيب له اياهم؟ مش موجودين. منين بجيب؟ ما بتركضوا بين بعضكم تامنوا له انه عايز؟ ما نحن عم نعملها هلا، مقتدر ولا مش مقتدر. هذا نحن بده يوصل له. نحن اليوم ما هيدا اللي اعطيت الاكزامبل، انه نحن انطلب منا برودوي، حطينا على الجروب مين عنده اياه، هيدا القياس ناقص، جاوبوا انا عندي، حكينا مع بعض وتواصلنا. طيب اذا قال انا بشتري من برا وبامنه، قادر هذا الزلمه اللي معه مصاري؟ اذا قادر معه مصاري يدفع لي لانا استورد، ليش عم بتاخر علي بالدفع؟ اليوم هيدا اللي حكيناه امبارح بمجلس النواب، انه اليوم اذا من اخلي المستشفى تستورد، عظيم، اذا المستشفى قادره تستورد من برا يعني عندها دولارات لتدفع لبرا وتحول، طب عال ما انا عندي الاليه الاسرع، تعطيني هالدولارات وانا بحولهم. يعني عندك كونتاكت، عندك انا عندي الكونترا وعندي الاليه والبرودكت مسجل وبعرف عن شو عم بحكي. انا بس بدي، انا اللي ناقصني هي اليوم العمله يلي مفقود الدولار، الورقه الخضراء يلي انا مفرض علي اني استعملها بالحساب لاقدر احولها لو انا حسابي كريديتور. خلينا بس هون نوجه تحيه ورقيه نقديه. خلينا نوجه تحيه لوزير الصحه الاستاذ جبا، ونقول له يعطيك العافيه على كل شيء عم تقوم فيه، بنعرف قديش عتلين هم هذا الملف وغيره من الملفات خاصه بهذه الظروف. انما الوزير جبا شو قدر يعمل هلا؟ الوزير جبا مشكور بعد مره من هالمنبر، وامبارح كان معنا وكنا عم نتواصل وعم بيجرب قد ما بيقدر يساعدنا، ومشان هيك نحن فهمنا امبارح انه رح يصير في تواصل مع مصرف لبنان ومع بعض البنوك
لينطلب منهم تسهيل عملية التحويلات لبرا، لأنه اليوم بالبنوك عم بتكون إذا بستقدر استعمل هيدي الكلمة مزجية. يعني اليوم انت بنسميها بالفرنسية وقلها تيت دو كليان، اليوم انت زبون قوي وشاطر ومدعوم تروح احوالتك من دون مشكل، شخص تاني بيشغل بروفيشنال ومنه مدعوم بتتعرق احوالته. اليوم عم بيحطوا كتير عصب الدوليب وهيدا شيء منه مسموح بالقطاع الصحي. اليوم بده يكون في رحمة لهالمواطن لحتى يسمحوا لنا نحول نجيب ويعملوا بالدنيا بعدين، بس ما بدنا نقطع البلد. خلينا نقول عم نحاول اتصال بجورج فياض رئيس تجمع شركات النفط لنشوف الحديث امبارح اللي صار بالمكتب او بمجلس التجمع بالصيفي. رينا البيان، رينا البيان ما عم بيرد على التليفون ما بعرف ليش. خلينا نروح نحن وياك لعناوين الصحف ومنتابع الحديث بالوقت المتبقي. بنبدا مع صحيفه الاخبار الصادره اليوم الاربعاء 4 كانون الاول 2019. الاخبار عنونت اليوم: هل ينجو الخطيب من الحرق؟ هون بالإشارة لسمير الخطيب المهندس اللي اسمه يتداول لرئاسة الحكومة، ويضع البعض هذا الموضوع بأنه طرح الاسم لحرقه. المصارف تسرق المودعين، أموالكم ليست لكم. يعني عم نضحك أحلى ما نبكي. حلو هيدا. في الجمهورية قطع الطرق على الخطيب ولذوي الاحتياجات انتفاضتهم. إن شاء الله كمان هون مشكلة، يعني عدد آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة مهددين بأنه يصيروا بالشارع، لأنه كمان أموال المؤسسات الرعائية مع الأسف ما قبضت بسبب وزارة ما تجدد الكونترا أو المضى. يعني في الشرق، الشرق عنونت الحريري: نعم أنا داعم سمير الخطيب، والصورة من لقائه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. ودوليا قلتك ما في شوفاج جوا بوادي ابو جميل، اثنيناتهم لابسين جاكيت مبكلة. الرئيس ما في مزود، ما في مزود، ما في مزود. ايه لانه هن ان شاء الله ما تحتاجوا ادويه واشياء للعمليات. يا رب ما تحتاجوها. نعم. هلا عبدو بيني وبينك الطياره بتاخذهم لقرب المستشفى، ما عليه يعني ما في غير المواطن الفقير اللي قاعد بهالبلد ومش قادر يظهر من هالبلد، بحاجه يتحكم بمستشفيات هذا البلد، واللي مقتدر الطيارة موجودة. نعم. في اللواء الشارع يعترض لحكومة برئاسة الخطيب. عرفوا اللواء دغري. تفويض أمريكا بريطانيا لفرنسا في ملف الحكومة، وباسيل يعرض الخروج من المشهد. مش عرض، قال أنا نحن برات المشهد. الملك سلمان: قمة الرياض ستعزز التعاون بين الدول الخليجية. تفضلي. نشوف كاريكاتوريا، بس خلينا نقول يمكن ما قرينا الديار، لأنه العناوين يعني ما بعرف شو بدنا نقول عنها. هو بيعرف حاله شارل أيوب شو عامل، يعني بكفي هالقد بلا موضوعية. يعني أراء خاصة، بكفي هالقد الانحطاط والزحف على الكواع، بيكفي هالقد. الأطراف الفاعلة لعدم المشاركة السياسية في الحكومة، عم نحكي عن اللواء والكاريكاتور. المواطن عم بيقول خليها أخصائية وبلا المصايب السياسية. هلا اذا بتنحل المشاكل السياسيه مع اخصائيين ما في مشكله. اذا مفكر بالموضوع كيف بدها تاخذ الثقه بمجلس النواب؟ في امور سياسيه ما فيهم يبطوا الاخصائيين، لانه كلهم في مراجع سياسيه بالبلد هي اللي تتخذ القرارات السياديه على الاقل، ما رح نقول اكثر من هيك. بقى ما فيهم الاخصائيين يقوموا بهذه المهمه. هيك شايف من وحي عيد البربره انطوان غانم بالجمهوريه الكاريكاتير سياسي. الحكومه لبس الحكومه ماسك فكر بالتكنو سياسي، قال له مين ما عرفه ابدا. 50 سنه لورا مع صحيفه النهار بمثل هالنهار، يعني 4 كانون الاول 1969. معركه العرقوب تسفر عن مقتل 9 من الصاعقه والعاصفه وجرح 13. اكبر مواجهه بين الفدائيين والقوات الاسرائيليه. تل ابيب تعترف بمقتل ضابط وجرح خمسه جنود من المهاجمين. في العناوين ايضا البيان الوزاري يشيع مطالب تجمع الوسط الى مقبره اللجان، ويتبنى من شروط جملات المطالب المالية والضريبية. وأيضا لجنة المتابعة ترفع مذكرة إلى الرئيس مطالبة باعتماد العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي لتوجيه الحكم. في عناوين النهار من 50 سنة أيضا وأيضا لجنة بلدية بيروت تطالب بخبير للمسلخ وتعد بتأمين النظافة وإصلاح الطرق. من 50 سنة نفس نفس المشكلة بدأ من 50 سنة ما تغير شيء. بعضهم عم يقعدونا.
في أيضا الاقتصاد اللبناني كيف تحركه أو تحركه في الظروف غير الطبيعية بطرس الخوري. تكييف الأوضاع. المهم وجود دولة قبل كل شيء. كمال جبر: تحريك السوق يتطلب توفير السيولة. 370 دعوة على التابلاين تحال على مجالس العمل. يعني تحريك السوق بيتطلب سيولة. نعم. أيضا إضراب كلية التربية مسيرة وموكب سيارات. الدكتور فؤاد البستاني يبلغ الطلاب أن الحكاية بدها الطول، وكلمة مجوقلة في البيان العسكري: اختراع لبناني من سلسلة اختراعات كثيرة ستصدر في قاموس. ونتابع مع الكاريكاتير بنادق. إيه؟ ثقة 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 لقاء 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 ثقة بعتقد هون من لا كلها ثقة ما في لقاء لا ثقة من وحي البيان الوزاري. إيه؟ يعني عم بيقوصوا ثقة ثقة ثقة. حدا بيعت لي هلأ عم بيقول مدام في حدا عامل أسيرانس بإحدى الشركات الكبيرة، مرته كان عندها مشكلة بالبطن، تبين أنه انفجر كيس بقلب البطن وكان ممكن يصير تسمم. ليش الأسيرانس ما بيغطوا بهيك حالة المستلزمات الطبية اللي لازم تنجيب، خصوصي أنه كان عندها عملية أورجانس؟ أنا على حد علمي، لأنه نحن ما بنتعاطى مع الأسيرانس ديركتومون، بس الأسيرانس ما بتغطي مستلزم. الأسيرانس عند عقد مع المستشفى. أوكي. بيغطوا حالة، بيغطوا عملية، بيغطوا، بس ما بيفوتوا بتفاصيل. بيستثنوا بلا بيستثنوا بس مش إنه بغطي هاي وما بغطي هاي. مثلا إذا عندك بيكون في كونترا مع حدا عامل أسيرانس للقلب لنقول، بيستثنوا إذا في حال، لأنه وقت يسجل بيكون عارفين إنه هو عنده مرض القلب. ساعتها بيستثنوا الرسور أو اللي هو. تفضلي. عصيرة الرسور، في حدا كمان باعت سؤال: ليه رسور القلب بيفرق بين شركة وشركة أكثر من 1500 دولار، وزيت الشيء بالورك والركبة البروتيز؟ اليوم في أنواع رسورات، في رسور مثلا بسموه، هيدا بيجي بحكم الدواء، بيكون عليه دواء سيروليمس أو عليه يعني مغطس بالدواء خلينا نقول. هيدا. وفي رسور اللي ما عليه دواء. ممكن الفرق يكون من هون. في فرق تاني كمان، عندك جودة بالرسورات بالستنتات، عندك واحد CE واحد FDA. يعني نوع واحد مش خاص الشركة يعني. لا هو نوع، في شغلتين، نوع وخص الشركة. الشركة اليوم لما كأنك عم قلك خلينا قرنا بطريقة بسيطة، كأنك عم تشتري رولز رويس وفيات، اثنيناتهم سيارات بس ما بتدفع حقهم، اثنيناتهم نفس الشيء واثنيناتهم بيمشوا واثنيناتهم عنده 4 دواليب. سؤال أخير، عطين مهلة لوقف الاعتصام، يعني اليوم وقف الاعتصام، عطين مهلة؟ عطين مهلة أسبوع لنجرب نشوف كيف الأمور بدها تمشي، لنرجع ناخد نجتمع عن جديد استنادا للاجتماع اللي عملناه بالنهار اللي نعمل فيه المؤتمر الصحفي تبع معالي الوزير، واللي صار قرار 50-50. ساعتها نرجع ندعي لاجتماع تاني كل الشركات لحتى نشوف شو لازم نعمل. بس أنا إن شاء الله ما نوصل لهون، لأنه أصلاً ما بدنا نبلش، ما يصير استيراد. هيدا اعتصام بحد ذاته من دون ما تحكوا. صحيح. يعني الناس رح تعتصم يمكن. هيدا اللي لازم يعرفوا كل الناس، إلنا 3 أشهر ما استوردنا. هون المشكلة. نحن بنقول لك أهلا وسهلا فيك. مرسي كتير. إن شاء الله الأسبوع الجاي إذا التقينا فيك يكون عندنا خبرية حلوة. إن شاء الله يا رب. ومرسي لك سلمى عاصي، تجمع شركات مستوردة للأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية أيضاً. أهلا وسهلا فيك. مرسي بوكو.